السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى فيديو اليوم يلقاكم بأحسن الأحوال يا رب. معكم نسرين من قناة نسرين شانيل. لأول مرة كتشاهد القناة ديالي كنقول لها مرحبا بك، اشترك في القناة وتفعل الجرس باش توصل دائما بالجديد ديالي. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم وصفة من وصفات زمان، واحد الحلوى بجوج المكونات كتجي سهلة واقتصادية ولذيذة بزاف وكيبغيوها الكبار والصغار. خليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة. بالنسبه للمقادير البنات، غادي نحتاج 80 غرام ديال الكونفليكس، 80 غرام في 80 غرام. عندي 200 غرام ديال الشوكولات الاسود و 200 غرام ديال الشوكولات الابيض. عندي 60 غرام ديال اللوز بعد ما حمرتوه وطحنته وهرمشته بهذا الشكل هذا، 60 غرام في 60 غرام. وعندي هاد الكويغطات هادو. بالنسبه للكونفليكس البنات، انا كنستعمل هذا ديال ميركادونا، ما كاملش اورو. وبالنسبه للشوكولات هذا كنستعمل ديال ميركادونا، كنستعمل عندي في البيض وفي الاسود. ندوزو الطريقه. اول حاجه غادي نبدا بها البنات هي جبت هذا البول، غادي نعمل فيه هاد الكونفليكس وغادي نبدا نهرسو غير بيدي هيدا بهاد الشكل هذا. هو البنات كونفليكس ديالي بعد ما هرمشتو بهذا الشكل هرسو. دابا غادي نضيف عليه ديك اللوز وغادي نضيف عليه الشوكولاته بعد ما ذوبتو. بعد ما ذوبتو بشويه بشويه، هو الشوكولات ديالي بعد ما ذوبتو. دابا غادي نضيفو عليه شويه بشويه حتى نشوف الكونفليكس ديالي بدا كيتجمع وصافي. هانتوما معايا. اول خليط ديالي بعد ما ضفت له الشوكولاته البنات كيجي بهذا الشكل هذا. دابا غادي نبدا نعمرو في الوراقي. هانتوما البنات، جبت هذه الصينيه هذه وعملت فيها هذه الاوراق هذو. دابا غادي نبدا نعمر. عندي هنايا جوج المعالق، غادي نبدا نهز الخليط ديالي ونعملو في الاوراق كيف ما غادي تشاهدوا. هانتوما معايا. هانتوما البنات، بعد ما كملت هذا الشكل هذا ديال الشوكولاته الابيض، دابا غادي ندوزو للشكل الثاني ديال الشوكولاته الاسود. بالنسبه للشكل الثاني غنعمل نفس الطريقه اللي عملت الشكل الاول. غادي نهرس هذا الكونفليكس ومن بعد غادي نزيد له اللوز وغادي ندوب ديك الشوكولاته الاسود.
هاي الحليوه ديال البنات بعد ما كملتها دابا غادي ندخلها للثلاجه نخليها حتى تبرد تماسك تشبر في راسها ومن بعد ندوز نزينوها. هانتوما البنات بعد ما خلصتها من الثلاجه دابا غادي نبدا نزينها. عملت واحد كميه شوكولاتة هنايا شويه باش نزين بيها، عملتها في هاد البولصه وعملت لها واحد التقيبه هنايا باش نعمل لها خطوط فوق الحلوه ديالي. بالنسبه للبيض غادي نعمل الاسود، وبالنسبه للاسود غادي نعمل البيض. بعد ما كملت هاد الخطوط هادو عاود مره ثانيه غادي نردها من الثلاجه على بيد ما ينشفوا لي هاد الخطوط ونرجع معكم نشوف الشكل النهائي. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي. كنتمنى هاد الوصفه اليوم تعجبكم وتجربوها. الى عجبتكم ما تنساوش تشجعوني بلايكات ديالكم وتخليوا لي تعليقكم، وكذلك تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالي. ما تنسوا تبارطاجيو الفيديو مع الأحباب والأصدقاء باش تعم الفائدة. شكرا على المتابعة، وإلى فيديو المقبل إن شاء الله. السلام عليكم.